يوم جديد وتحدي ضحك جديد. اهلا بكم شباب في فيديو جديد وتحدي ضحك جديد برضو في السلسله اللي احنا مش ناويين نجيبها لبر. اشرح السلسله لاي حد جديد عشان انا شايف الفتره دي ناس جديده تخش، فمش عايزك تخش على غفله، فاهم؟ عشان انا ما تلبسي زي في السلسله دي. احنا بقينا نشوف اغرب فيديوهات على النت، مش بتضحك، لاغرب فيديوهات والله العظيم، وفيها فيديو فيديوهين كده بيضحكوا النت، فاهم؟ حسب الله ونعم الوكيل. الرولز بتاعه السلسله دي ان انت قبل ما تبدا تجيب بقى مسكنات، حاجات مسكره، فاهم؟ فاهم عشان ايه؟ تديك طاقه كده عشان ما تغيبش مني. يعني انا معايا اهو، بص لازم اي سلسله هتجيب لي الضغط عشان عادي 7 بس. فالنهارده هنخش بقى ايه، نشوف قاع الانترنت مخبلنا ايه وهنضحك ولا لا. انا كده كده بضحك على كل حاجه انتوا عارفين، بس يعني الموضوع ان شاء الله يبقى كويس. المهم قبل ما نبدا بس ريت تعمل لايك وتشيك عشان تشغل الجرس، ويلا بينا نشوف المأساة اللي احنا هنشوفها النهارده. اوكي نبدا بقى اول فيديو معانا. ايه ده؟ مين دي؟ ناقص 5 ايام بتدمع وفي قلب عامله كده، هتبقى ايه جوائز؟ مش محتاجه حاجه يعني. اوكي ماشي. دي خطوبه فعلا بجد. ايه ده؟ يا ولا ده كان في كابشن من بره ما خدتش بالي منه والله من الفيديو. استنى ايه هو؟ فين العريس؟ يا ريتني كنت خدت بالي منها، بس الحمد لله ما حرقناش الفيديو. يعني مش بقول لكم والله العظيم اغرب فيديوهات هنشوفها النهارده. اللي بعده، ايه اللي بعده، ايه اللي بعده؟ اقل واحده في الزمالك، انا ماليش دعوه، هو اللي بيقول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هيبر قوي. ايه الاوفر ده؟ مش فاهم. طار التليفون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بابا هات لك طارت، هديها براسك وتقلب قلب الصدر اللي معاك. ايه؟ ما فهمتش، معلش انا مش ما فهمتش والله. ايه؟ بابا ايوه هات لك طارت، هديها براسك وتقلب قلب الصدر اللي معاك. ايه؟ احنا ماشي، انا شفت الفيديو تمام، هو بيقول له هرمي لك حاجه واخبطها بدماغك وارميها بالتشت. بابا هات لك طارت، هديها براسك وتقلب قلب الصدر اللي معاك. ايوه السطل والله. واحده بابا. اوكي. هيرمي له بيضه تاني. بابا عارفها، عارف عارف. طب التليفون اللي راح ايه ده؟ في ايه؟ في كومباك طرابه. ده لا هو حقه الصراحه، هو حقه، بس التنشين الراجل ده جامد جدا ما شاء الله. ده سنوب دوج يعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ وفي ايه؟ I wanna thank me for believing in me. ايه ده؟ I wanna thank me for doing all this hard work. ايه ده؟ I wanna thank me. الو. I wanna thank me. جامدة فشخ. ايه ده مش عايش ليه؟ اوكي. جامدة. ايوه. ايوه. 1 2 1 2 1 2 1 2. بس كده سنوب دوج برضه عالمي، برضه بيغني كل اللغات ما شاء الله عليه. ايه اللي بعده، ايه اللي بعده؟ بيقول لك لما تقول لحد خلي ويصدق. عزومه ركبيه. الله يخليك. كم؟ ما تخلي علينا حاجه بسيطه والله. خلاص جو 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 والله. اللي انت جو 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 يلا مساء جو وقف. مش جو وقف دي يعني وقف. ايوه جو دي يعني وقف. وقف وقف يعني. المصريين ما بيترموش. في ايه؟ انت ليه مصري؟ لا والله نفسي اعملها في حد دي، فاهم؟ اللي هو ايه يقول لي خلي. السلام عليكم، فاهم؟ والراجل جيب انت اللي قلت يا اسطى. نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده. بيقول لك يا ريتني كنت عرفتك من زمان يا حبيبتي. ده واحد بيقول لواحده هي زمان. كميه اللي جم في دماغي مش فكره الفيديو بيضحك، فكره ان في ناس كتير جم في دماغي، فاهم؟ يعني دلوقتي عاملين نفسهم هاي كلاس مش عارف ايه، فانت لو كنت زمان شفناهم في المدارس كانوا. اللي بعده بيقول لك يا ستي هات الاكل خليني اطفح. بسم الله الرحمن الرحيم. الاحراج ده اكبر حاجه فيك. ايه؟ انك بتراضي كل اللي حواليك. الحمد لله. وبتكبر حبايبك. الله يسعدك. والله انت كويسه، بس انا مركز مع اللوجو. وهي تنقص يا دكتور. ربنا يخليك والله. انت كويسه والله. يا قمر. ربنا يخليك. بس راجل جعان يعني بره ماشي. انا والله عمال ابص على الواد اللي فاهم اللي هو هتديني بتاع امتى؟ انا جعان يا طنط. طيب مش فاهم. بص انت
طب اخد انا طيب السندوتش بتاعي طيب واروح اكل وانت تكمل. طب هات سندوتش طيب وتكمل، خد الصينيه انت كلها. طب بس واقف مستني شويه فاهم، والله العظيم ما اديش ناحيه ثانيه وبيضحك انا متاكد. اللي بعده ايه اللي بعده اللي بعده؟ ايه ده ضفار؟ ايه ده ايه ده؟ ما خدتش بالي اقسم بالله. ايه ده في ايه ده؟ بيخاف من الفار فرن تقريبا تقريبا ده اكيد. ايه ده؟ فار والله. ايه ده؟ انا ما اعرفش فار مصري بالصمود يعني بالصمود دوت، ما يتحركش ما يجريش. في ايه والله؟ هو في ايه؟ مش عند الشقه مقفوله. وقع ولا ايه؟ هو نزل نزل نزل. اه الفرن دي بتتجنن. انا غريب. بتعطل كده. الو الو هو ده لما اشوف عنكبوت؟ ما اكدبش عليكم انا صح، لما اشوف عنكبوت انا ممكن اعمل كده، بس فار اعتقد الفار لا مش هخاف منه قوي يعني. ده تحدي اللي هو بلاي ستيشن اللي بابا جي صح؟ اه بابا جي ماشي صح. اه راندا البحيري ولا منى زكي؟ لانت البحيري. راندا البحيري ولا مي عمر؟ لانت البحيري. راندا البحيري ولا مي عز الدين؟ لانت البحيري. لانتا؟ هو بيقول لانتا؟ ثانية واحدة. ايه ده؟ لانتا البحيري. راندا البحيري ولا مي عز الدين؟ لانتا البحيري. راندا البحيري ولا زينة؟ لانتا البحيري. ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ لانتا ايه ده؟ لانتا البحيري مفيش يعني هو فكس لكل دول وما بيمسكش غير في لانتا؟ قطعوا النت بقى، قطعوا النت بس مش عليا يعني، قطعوا النت عشان امبارح النت قطع عندي فعلا، قطعوا النت بس مش عليا عشان هم بيسمعوني. بيقول لك لو كان هذا ابنك ماذا ستفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن ال يا نهار اسوح. انا في كميه حاجات وقفت في دماغي هفعل ايه يعني تاني ده كان كمل. اه الراجل ده ليه الجنه، الراجل ده ليه الجنه. دي تحرق الدم، دي توجع الصراحه، دي توجع. والفكره ان هو بينظف، تفتكروا انا ممكن تكون فيك، ممكن تكون فيك برضه. انتوا تعملوا ايه؟ ده سؤال الحلقه يا جماعه، سؤال الحلقه. تعمل ايه لو الواد ده كان ابنك؟ قول لي تحت في الكومنتات. الحاله نقطتين يا جماعه. التلفزيون ده جدي الله يرحمك يا جدي، جالي في المنام امبارح وقال لي لم صوري كلها اللي عندك، وقال لي لم صوري كلها اللي عندك ناس الله يرحمك يا جماعه. ارجوكم ارجوكم اللي عنده اي صوره لجدي تفكحلي. مش بركز. معلش معلش، خد سكريات خد سكريات. كفايه خد قطع قلبي يا عم. يا جماعه لو حد بقى صوره جده حرام يعني، حرام يقول لك حالته النفسيه صعبه. برضو بقى انا عندي بقى صوره جدي اللي هي ايه اللي في 20 جنيه، صوره جد انا برضو لو حد لقاها برضو ممكن يجيبها. الفيديو ذا يضحك ولا اروح اتعالج؟ ايه الفيديو يضحك ولا اروح اتعالج؟ ايه ده؟ ابليس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده رعب والله رعب. انا حرفيا لو في واحد من زي دول كده فاهم يعني، واحد لابس بتاع دوت ولف وشه كده فجاه، انا ممكن اعملها على نفسي فجاه والله. ايه ده؟ شكله مرعب. بس هو يعني ده مش عين الواد، ده ماسك يعني، الماسك بعين هو في نقطه تقريبا هنا او خرم فاهم بتشوف منه، بس الصوت اللي طلع منه من بعد كده مش كويس يعني، مش راكب قصدي. اخر فيديو معانا، اخر فيديو معانا. حياتي حرفيا دي لما سيتني. بص دي نشأت هنا. فكرة ان انا حاطط نفسي نغمة زفتة رنة الموبايل دي او رنة الالارم دوت، اقسم بالله بقوم اتفزع والله العظيم. يعني انا دلوقتي فاهم جايب ايفون بقالي فترة والله العظيم يعني مش عارف اغير، غيرت اكتر من مرة بس مش عارف يعني ما بيثبتش. تقريبا بغيره الرقم معين او تقريبا بغيره الالارم معين، والله العظيم بقوم اتفزع، بقوم فاهم مش بقول لكم والله العظيم اغرب فيديوهات هنشوفها النهارده، مش بيضحك اغرب. بس كاستوب كفايه كفايه وبس يا شباب، ده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. انا قلت النهارده مش ايه النهارده دي مش عارف، بس هي اعتبرها زي حاجه دي فاهم، ده تاثير اللي شفته مش اكتر. ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك كده على شكل شغل الجرس كلهم هم. واه اللي هيسالني فيكم فين الانترو الجديده يا مروان اللي وعدتنا تعملها فاهم في فيديو تحدي ضحك قبل اللي فات؟ لسه الفيديو 29000 ونص تقريبا، لسه انتوا اللي ما وصلتوش. قلت لكم وصلت 30 هغيرها، وصلوها 30 نغيرها الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم شكرا جدا جدا جدا، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. واه جود باي عشان انسى.